ومعنا هاتفيا من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك استاذ مصطفى. في جلسة طارئة اليوم للبرلمان اعترف النواب بعزوف الناخبين عن الانتخابات، كيف يمكن أن نفهم حقيقة إقبال الناخبين مع حديث حكومة بغداد عن نسبة تجاوزت 40%؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. حياك الله. النسبة التي أعلنتها المفوضية العامة غير المستقلة للانتخابات، وأقول غير المستقلة لأنها مؤلفة من أحزاب العملية السياسية، الجميع يعرف بما فيهم المفوضية التي أعلنت هذه الأرقام يعرف أنها غير حقيقية وغير واقعية. وحتى لو سلمنا بهذه الأرقام التي أعلنت وهي نسبة 44% مما يحق لهم التصويت، فيجب أن نشير إلى أن مجموع من تسلم البطاقات الانتخابية يصل إلى حوالي 10.5 مليون ونصف من مجموع أكثر من 24 مليون عراقي يحق لهم التصويت. وهذا حقيقة هذه الأرقام يعني تعد فضيحة للمشروع السياسي الاحتلالي الذي يجري تنفيذه في العراق. وهذا ما دعا صحيفة أو البعثة البريطانية عفوا أن تعتقد أن نسبة إقبال الناخبين والتي حددتها البعثة البريطانية ب 19%، ألا يعكس ذلك إخفاق حكومة العبادي في تحقيق السلام والأمن في البلاد؟ نعم، بالتأكيد يعكس جانبا من هذا، وأنا قلت ما هو أكبر من ذلك، قلت أن هذا يعكس رفض الشعب العراقي لكل مجمل العملية السياسية، وليس مجرد خيبة أمل من جراء سوء الأداء كما يتصور البعض أو يحاول أن يروج. الحقيقة أن الشعب العراق رافض لكل هذه العملية السياسية وعاقب رموزها بإحجامه الواضح عن هذه عن التوجه إلى صناديق الاقتراع. الآن بعد هذه النتيجة المخزية لنظام المنطقة الخضراء، لا يحق لأحد من مسؤولي هذا النظام الحديث أو التشدق عن شرعية تمثيل الشعب. هؤلاء لم يمثلوا شعب العراق في السابق، والآن أثبتت الأيام أنهم لا يمثلون شعب العراق. ما الذي بإمكان البرلمان اتخاذه لمعالجة عمليات التزوير الكبرى التي شهدتها الانتخابات؟ هذا البرلمان هو فاقد للشرعية ولا يمكن أن يقوم بأي خطوة في هذا المجال. كل ما صدر أو عن هذه الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم ولم يكتمل النصاب فيها، وهذا دليل على عدم حرص النواب في البرلمان الحالي، عدم حرصهم على القضايا الرئيسية التي تهم أو المصيرية التي يواجهها الشعب. هذه النتائج يعني تمثل أزمة كبيرة، ولو كانوا حريصين لحضروا إلى هذه الجلسة الطارئة. كل ما صدر عنها هو توصية إلى مفوضية الانتخابات لإجراء أو للالتزام بمعايير أعلى لضمان عدم التزوير، وهذه حقيقة يعني شعارات نحن شبعنا منها وسئم العالم الحقيقة منها منذ 15 سنة. نحن نتكلم أو هم يتكلمون ونحن نسمع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وإذا بهم يفاجئون أو نفاجئ جميعا بالأحرى بالنتائج التي يعني أثبت شعب العراق من خلالها أنهم جميعا مرفوضون بشكل أو بآخر. إذن لا يحق لشركاء العملية السياسية الآن الحديث عن شرعيتهم الشعبية بعد مقاطعة نحو 80% ممن لهم حق التصويت للانتخابات، هل بات الشعب رقما صعبا في العملية السياسية؟ الشعب سيكون رقما صعبا أو الرقم الأصعب في الحقيقة عندما يمارس حقه الذي كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية وكل الدساتير في العالم، وهو حماية أمنه ومستقبله وسيادته وحماية ثرواته. هنا يجب أن يكون الشعب العراقي متصديا لهذه العصابة التي استولت على البلاد وتتحكم
في شؤونها منذ 15 عاما بفضل الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر سيد مصطفى كامل.